إلى أخبار الحركة الشعبية، حيث نظم المحضرون القضائيون وقفة وطنية أمام مجلس قضاء قسنطينة، معلنين مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي وأيضا مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع من جويلية. المحتجون أكدوا مساندتهم المطلقة للحراك الشعبي ومصرين على التغيير الجذري ورحيل الوجوه القديمة. الوقفة اليوم وقفة قسنطينة، المطالب المحضرين هي مطالب بسيطة، هي نفس مطالب الشعب الجزائري، هي تحقيق دولة العدالة، دولة القانون، الدولة اللي يكون فيها لا أحد فوق القانون. الشعب الجزائري راه عايش في أرضه وراه عايش في بلاده، ما طلبش حاجة موحل، طلب فقط يكون سيد نفسه وسيد قراره. القرارات تاعنا اليوم كانت باينة وكانت واضحة، هي نفس قرارات اللي ذكرها الشعب، انه محضرين قضائيين مش مستعدين باش يكونوا شهود زور على اي انتخابات. الشعب مطالب باش تروح السلطه السياسيه وكل من اجرم في حق هذا الشعب. تحيا الجزائر